الحمد لله على السلامة. عايزة تسرقي فيلا فيها عم أحمد الأم. يرضيك كده عم جابر؟ بالله عليك اللي بيعمل. هو يا عم مامي. ايه يا احلى زوزو في الدنيا دي كلها؟ بس يا مامي انا عند امنيه اجر عربيه. هتأجري عربية؟ انا موافقة بس بشرط واحد قد كده. ايه هو؟ اوعي تسوقي العربية في نص الشارع على الرصيف بس يا زوزو او على جنب. حاضر يا ماما. قولي حاضر يا ماما. حاضر. واللي انت عارفوش بقى يا ماما لا اخدت 50 جنيه. كمان اخدتي فلوس من ورايا كمان. ايش الفلوس بتاعتي؟ عربية. اجرت العجلة هلعب بيها براحتي وبعد ساعة راجعة. أجر لي بسرعة يا عمو العجلة وقول لي بكم دي يا بيه. راح قال لي خلي بالك منها والساعة ب10 جنيه. لو تتأخري عن وقتك ثانية شوفي هعمل فيكي ايه. لا مش هتأخر انا يا عمو. انت بتتعصب ليه؟ نعم يا غزل ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. بس يا امنية انا عايزة اجر العربية دي نص ساعة. عايزة تأجريها نص ساعة؟ او طيب تمام يا غزل. النص ساعة ب50 جنيه. بس انا عايزة اقولك على حاجة. اتفضلي. اوعى تطلعي وتمشي بالعربية دي قدام العربيات. خليك على حتة على جنب كده. ماشي؟ حاضر يا امنية. ماشي يا غزل. دق مين بيخبط؟ انا جاركو. عايز ايه؟ افتحي جبتلك بونبون وكمان جبتلك تليفون. يا جماعة انت كذاب. بابا قال لي ما افتحش الباب. يا كذاب بابا قال لي ما افتحش الباب. دق مين بيخبط؟ انا عمو مين؟ اقسم بالله ما هسيبك. ايه ده؟ هو انتوا فين؟ يا اللي كنتوا جنبي هياتوا لي الدنيا بيك بامبي. انا بقى هطلع عشان اشرب ماء عشان عطشانة قوي. انا لازم اخلص الكيس اللي معايا ده بتاع الامن ده. شكله مش هيسيبني في حالي. مسكتك. انا المره دي ما هسيبك بقى والله العظيم ما هسيبك الا في الاس. طيب ماشي. ايه حراميه تدخلي الفيلا؟ قول الفيلا انا موجود. يعني رديك كده يا عم صالح اللي بيعمله فيا ده؟ ايه يا عم صالح يا حراميه؟ انا هسيب بقى الكيسه هنا عشان بتعلقني لو مسكني انا كده معيش حاجه وبهدله براحتي. وبعدين بقى ارجع للكيسه بعد ما اخلع منه. حاضر. زوزو؟ نعم يا مام. انت ايه اللي جابك يا قلبي؟ مامي انا عطشانة يا مام. عطشانة؟ طب استني. خدي مية يا زوزو. اشربي على 3 مرات. مرة. يلا التانية. التالتة. برافو يا زوزو. ماشي. باي يا مامي انا. ماشي يلا روحي يا قلبي. ايه ده؟ يا مين اللي جاب زبالة في العربية بتاعتي؟ ايه ده؟ كل دي فلوس؟ الله دي فلوس ياما قوي. انا بقى هطلع ادي لماما الفلوس دي. ايه ده؟ الله. زبالة ليه يا زوز؟ مش كيس الزبالة. بص يا ماما تعرفي انا شربت مية ونزلت. تعرفي لقيت ايه؟ لقيت الكيسة دي. تعرفي ايه جواها؟ ايه جواها؟ بص يا ماما. هتكون ايه جواها؟ اللي جواها ده فلوس. ايه ده؟ انا مش فاهمة حاجة. تاني إيه؟ معايا كده؟ ايه الفلوس دي كلها؟ دي فلوس يا ماما. لقيتهم فين دول يا غزة؟ يا ماما انا ساعات اشرب ميه ونزلت العربيه تاني
لقيت الكيسه دي بحسبها الزباله، فتحتها لقيتها في كل الفلوس دي يا ماما. يعني لقيتيها في العربيه اللي انت كنت مأجراها؟ ايوه. طيب يعني الفلوس دي مش بتاعت حد؟ معرفش يا ماما، بس انا لقيتها. طب حد شافك وانت جايب الفلوس دي؟ لا يا ماما محدش شاف. بس يا ماما انا عايزه اقولك على حاجه. قولي. كده يا ماما اتاخرت على امنيه. لا استني. ايه؟ انت تروحي ترجعي العربيه دي الامنيه وتديها ال 100 جنيه دي، وكمان ما تاخديش منها باقي. تمام؟ تمام. وتجيلي على طول، اوعي تقولي لحد اللي انت لقيتي كيسه فيها فلوس. لا يا ماما ما تخافيش. عارفه الفلوس دي هعمل لك بيها ايه؟ ايه؟ هوديكي بيها الملاهي، واجيب لك بيها العاب جديده، واعمل لك كل اللي نفسك فيه يا زوزو. ماشي يا ماما. طالما لقيتيها في العربيه بتاعتك يبقى بتاعتنا. ايوه، وما تخافيش يا ماما، مش هقول لحد، سرك كبير. ماشي يلا بسرعه. الفلوس دي كلها، الفلوس دي كلها، الله دي فلوس كتير قوي. يا غزل. نعم. اتاخرتي نص ساعة يا غزل بخمسين جنيه. ما انا عارفة يا امنية. انت عارفة؟ وخدي 100 جنيه هي امنية، وخلي الباقي على شيء. بجد يا غزل؟ يا امنية. ده انا بحبك قوي يا غزل، ده انا كنت بهزر معاكي وبعمل فيكي مقلب يا غزل. بعد كده اتاخري براحتك يا غزل، وتعالي العبي اي وقت يا غزل. بجد يا امنية؟ بجد، بعد كده مش هكلمك تاني يا حبيبتي. ماشي يا امنية. باي يا امنية. باي باي يا غزل. باي باي يا حبيبتي. باي باي. وانا مكتوب على وشي يا عم اني بوزع مصاريف. يا عم بص ركز معايا والنبي بالله عليك. اتفضلي. كان في عربيه زرقاء مركونه هنا، هي راحت فين؟ عربيه زرقاء؟ ايوه بتاعت الاطفال دي اللي بيلعبوا بيها الاطفال. بتاعت الاطفال؟ ايوه. انا بحسب العربيه الكبيره. لا يا عم دي عربيه صغيره كده، راحت فين؟ بتاعت مين يعني اللي ساكن هنا في العماره؟ انا في العماره هنا عندي 80 ساكن، ومفيش حد عنده عربيه اطفال. كان في عربيه واقفه هنا دلوقتي. انا هحكي لك، اصبري بس. مستعجله ليه؟ طيب يا عم خلص. هما بيأجروا من بنت امنيه بتاعت شارع 9. شارع 9؟ ايوه. بيأجروها؟ ايوه. ماشي معلش، بس مين اللي كان مأجرها هنا في العماره؟ بقول لك عندي 80 ساكن، انا ما اعرفش مين اللي كان مأجرها. طيب ماشي ماشي خلاص. هركز مع مين ولا مين؟ ما انا خلاص يا عم. هو انا مكتوب على وشي اللي بوزع مصاريف؟ علمني السواقة بقى، علمني السواقة، علمني السواقة بقى، علمني السواقة. أنا لما بكون زهقان. أنت يا بنت اللي بتأجري العجل هنا؟ أيوة يا طنط. كان في كيسة سودا هنا يا بنت، راحت فين؟ كيسة سودا إيه يا طنط؟ بقول لك إيه، أنا اللي حطاها بإيدي، بلاش الشغل ده عليا. إزاي؟ فين الكيسة السودا دي وحطيتها؟ أنا كنت حاطة الكيسة السودا هنا، راحت فين؟ يا طنط أنا أصلاً ما شفتكيش قبل كده، حطيتيها إمتى يا طنط؟ هو أنا شفتك؟ بقول لك إيه يا بت، هي العربية دي اتأجرت النهاردة؟ أيوة يا طنط اتأجرت كتير قوي، حوالي 5 6 أطفال أجروا العربية دي. ليه؟ وقعتك السودا يا حميدو، 5 6 أطفال؟ وأنت تعرفين كلهم بقى؟ لا مش فاكرة، ده في النهاردة أطفال جولي كتير قوي. قول لك كتير يعني عارفاهم ولا مش عارفاهم؟ لا مش عارفاهم. يعني اول مره تشوفيهم؟ ما تقولي كده من بدري. هو في ايه انت قلت زعقتي؟ بس يا بنت مش عايزه اسمع صوت. وعيتك السودا يا حميد، وشهر شهر بخطط كل يوم لسرقه الفيلا، وبعد ما اخد السرقه وتبقى معايا تبقى ملك تضيع مني. هو بتاع الامن طلعي مش هسيبك، وكل يوم بيبقى نايم على حظي النهارده صاحي مش عارفة اعمل ايه. بقولك ايه يا بت، انا عدالك هنا ومش ماشية، واول ما حد يجي من الاجر العربية دي تقولي